ضمن حملة الإعمار التي تشهدها محافظة نينوى، وضع نائب محافظ نينوى سيروان رجباني الحجر الأساس الخاص بتأهيل طريق مندان الحيوي والذي يربط الموصل بمنطقة بردرج وعقر الحيويتين. وأكد المقيمون على المشروع أن إنجازه سيستغرق 6 أشهر، فيما يساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يتنقلون عبره. اليوم تم وضع حجر الأساس بين طريق مندان وسيتر التحرير بحضور مدير طرق جسور نينوى، وهذا الطريق طريق حيوي تخدم أهالي المنطقة وبطول 22 كيلومتر وبمبلغ 2.5 مليار، ونحن في حكومة المحلية ننظر إلى جميع أقضية ونواحي بمسافة واحدة، وهدفنا أن نخدم أهلنا وناسنا في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، وفي نفس الوقت نثمن دور طرق جسور نينوى في أداء عملهم لخدمة أهلهم وناسهم في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. إن شاء الله سوف يكون هناك مشاريع أخرى تخدم أهلنا وناسنا في أقضية والنواحي تابعة لمحافظة نينوى. هذا الطريق هو محور رئيسي من محاور مدينة الموصل، يربط هذه المناطق، يربط منطقة بردرج إلى عقرة إلى إقليم كردستان. هذا الطريق أحيل بمبلغ 2.5 مليار دينار، مدة العمل 150 يوم، يشتمل العمل على مقطعين من المفرق العزاوي إلى جسر مندان ومن العزاوي إلى سيطرة التحرير، يشتمل على قشط الأجزاء المتضررة وكذلك إعادة طبقة تأهيلية، طبقة تعديلية، ومن ثم هناك طبقة سطحية لجميع الطريق، كذلك يشتمل على تخطيط وعلامات مرورية وأكتاف وأسيجة واقية وإصلاح القناطر الأنبوبية والقناطر الصندوقية الموضوعة في هذا الطريق. أيضا هناك طريق آخر من جسر مندان إلى زيلكان وطوله 13 كيلومتر، إن شاء الله في الأيام المقبلة وبحضور السيد كاك سيروان نائب محافظ نينوى سيتم وضع حجر الأساس، لأن طبعا الشارعين الرئيسيين يعتبران ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهذه المنطقة، وذلك لصيانة هذه الشوارع، كذلك لأهميته وإحياء هذه المنطقة من حيث الخدمات.